لكن يا روان، هل نجحت هاريس بتبديد مخاوف الديمقراطيين؟ وهل أظهرت بأنها حقيقة هي منافس لا يجب الاستهانة بها؟ ميسون، بحسب حملة هاريس هي قد تمكنت من السيطرة على المسرح في كل قضيتهم الناخبين، لكن بالنسبة لمن حضروا المناظرة من الخبراء هناك رأيان إزاء أداء هاريس. منهم من قال أنها نجحت بتوجيه الضربة القاضية لترامب، ومنهم من قال أنها فشلت. فخلال المناظرة هاريس حققت بعض الإنجازات ولعبت دور مهم في الهجوم حين لعب ترامب دور الدفاع. كما أن هاريس تحدثت عن الاقتصاد لأنها تدرك أنه نقطة ضعفها، وتحدثت عن الإجهاض باعتباره نقطة ضعف ترامب. بحسب تحليلات كبرى شبكات الأخبار الأمريكية، هاريس تفوقت على ترامب من حيث الهدوء وعرض سياستها بصورة واضحة، فيما يرى بعض الخبراء الديمقراطيين أن هاريس كانت فعالة بإثارة غضب ترامب ودفعه لعدم ضبط النفس. أمر ينعكس أيضا على تأكيد مستشار جمهوري بأن ترامب وقع بكل الفخاخ التي دفعت إليها هاريس ولم يستطع المقاومة.